يلا تعالوا اعرفكم انا عملت التورتة الحلوة قوي دي ازاي، وفي كمان تورتة تانية هتشوفوها دلوقتي برضو هعرفكم انا عملتها ازاي. بالنسبة للحشوات وطريقة التغليف وقوام كريمة التغليف، انا عملتها في كذا فيديو قبل كده على القناة، وهحط لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. الفراشات دي ويفر بيبر غذائي، مثبتاها على الكريمة بشوكولاتة بتتباع. وفي كمان الهارت اللي فوق ده عاملاه بعجينة السكر. بالنسبة للتورتة دي كمان هي كلها من بره كريمة ما عدا المجسم بتاع كرة البعبع والحروف. الشعر اللي فوق دوت هقول لكم برضو انا عملته ازاي بالكريمة، وبرضو التورتة كلها من بره كريمة يعني ما عدا الاشكال دي فوندانت عجينة سكر. يعني قوام الكريمه اللي بيبقى بتاع التغليف للترط قلت لكم عليه كذا مره، اللي هو 400 ملي ميه مثلجه و200 جرام كريم شانتيه و50 جرام سكر او 100 جرام سكر خشن. لكن قوام الكريمه اللي استخدمته في عمايل الشعر ده او في عمايل الحشيش بيبقى مختلف، بنتقله شويه. مقاديره هكتبها لكم برده في صندوق الوصف. ومقاديره 200 ملي ميه مثلجه و150 جرام كريم شانتيه، وطبعا السكر حسب الطلب برضو، ممكن نحط 50 جرام سكر بس. زي ما انتم شايفين قوام الكريمه لازم يبقى متماسك قوي كده علشان يعمل لي الحشيش او الشعر دوت ويبقى طالع شكله مظبوط زي ما احنا شايفين. لكن طبعا القوام التقيل ده ما ينفعش طبعا في تغليف الترط. في تغليف الترط القوام بتاع الكريمه بيبقى اخف من ده شويه. هوريكم برضو التب اللي انا استخدمته اللي عملت بيه الحشيش والشعر. طبعا زي ما احنا شايفين طالع مظبوط قوي لان انا مظبطه قوام الكريمه ومستخدمه القمع الصح. هوريكم شكله. طبعا لازم بعد ما تطلع من التلاجة نقعد نقلب فيها كده لانها علشان القوام بتاعها يبقى ناعم. طبعا احنا لو ما قلبناش فيها كده قبل الاستعمال بتلاقيها كلها هوا ومبقاش قوامها ناعم كده وشكلها مبيبقاش حلو خالص. ده القمع اللي انا استعملته اللي بعمل بيه الحشيش بالكريمة او الشعر اللي هو تحت كرش البعبع. بنملى الكيس بتاع الحلواني كده بالكريمة. لو واقفة في مكان حر طبعا الكريمة هتسيح بسرعة، فلازم تبقي واقفة مثلا في مكان فيه مروحة او في تكييف لان الكريمة في الحر ما بتبقاش مستحملة خالص. ما بحاولش املى الكريمه قوي يعني علشان ايديا هتسخنها فهتسيح بسرعه، وعلشان كمان ما توجعش ايديا وانا بشتغل بيها. وجيت انا هنا التورته انا مجلساها بس حطيتها في التلاجة شويه، هطلعها دلوقتي واوريكم انا هعمل الشعر ازاي بالكريمه. طبعا القاعده الدواره دي مهمه جدا لازم تبقى عندنا عشان الترط تطلع مظبوطه. طبعا تظبيط الكريمه كده على التورته والشارب ايدج ده انا عملته معاكم كذا مره في الفيديوهات بتاعه التورت، وهنزلكوا اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. بضغط ضغطه كده زي ما احنا شايفين، لو عايزين نطولها شويه نقصرها شويه على حسب بقى انت بتضغطي قد ايه. طبعا انا هملى كل المكان اللي فوق ده بالكريمه. طبعا ايه نخلي بالنا دايما يحصل حاجات كده واحنا شغالين فنخلي بالنا دايما ايه يبقى الكيس ما يبقاش واسع قوي عشان التب ما يقعش منه زي ما وقع دلوقتي مني. شايفين بقى لو الكريمه قوامها خفيف مش هتعمل معايا الشعر ولا الخطوط دي خالص، عشان كده قلت لكم قوام الكريمه لازم يبقى تقيل.
قوام الكريمة التقيل ده بنستعمله كمان واحنا بنعمل الوردة البلدي، وان شاء الله هنزل لكم فيديو ليها برضو لطريقتها، كان في ناس كتير سألتني على طريقتها يعني. وبنعمل بيها اي حاجة نخاف ان هي قوامها الكريمة لما تكون خفيفة مش هتظبط الشعر، مش هتظبط الورد، فالورد والشعر ده والحشيش بيبقى ليه قوام تاني مختلف ومقادير مختلفة. طبعا الكريمة بتبقى حساسة قوي في الحر، بتسيح بسرعة، فحتى اللي شغالين في الترط دلوقتي لو هينقلوا ترط لازم تتنقل في عربيات مكيفة عشان توصل زي ما هي ويبقى شكلها مظبوط. طبعا هملى بقى كل اللي فوق ده كده، وبعد كده هعمل بقى الاشكال اللي هتتحط بقى، سواء المجسم، المجسم علشان يتحط على الكريمة وما يزحزحش او ما يزحلقش لازم بندهنه من تحت بشوكولاتة، يعني تسيحي شوكولاتة وبعد ما تعملي المجسم تدهنيها بشوكولاتة وتحطيها عادي، ثبتيها بخلة على التورتة مش هيحصل اي حاجة فيها. نفس الشيء بالنسبة للحروف اللي بتتحط بتاعت الاسم، لازم برضو تدهن شوكولاتة قبل ما تتحط على الكريمة، لان العجينة السكر لو اتحطت على الكريمة على طول يعني بتسيح عليها وما بتثبتش. بتثبت بايه؟ بتثبت بالشوكولاتة، او ان احط على العجينة نفسها بودرة اسمها بودرة سي ام سي، بتتباع عند المستلزمات الخامات الحلويات. سي ام سي البودرة بتتحط على العجينة السكر، ممكن تعملي بقى بيها مجسمات تنشف وبعد ما تنشف تحطيها على الكريمة مش هيحصل حاجة، بس طبعا الاسهل ان انت تدهنيها شوكولاتة. اي المجسم كرش البعبع ده انا دهنته من تحت كله شوكولاتة وثبته عادي على الكريمة، وزي ما انتم شايفين التورتة طالعة جميلة وشكلها مظبوط جدا. بصوا بقى ايه يعني الشعر بقى ايه اتعمل بقى شكله جميل ازاي. ده طريقته بالكريمة اسهل من طريقته بعجينة السكر، لان هو ممكن برضو بيتعمل بعجينة السكر بس ليه أداة مخصوصة، وكمان ايه يعني متعب جدا لان عجينة السكر تقيلة. فزي ما انتم شايفين الكريمة ادتني نفس النتيجة ونفس الشكل ويمكن احلى وكمان اسهل، وكمان الطعم بيكون احسن بكتير من عجينة السكر. والتغليف بتاع التورته كلها كريمة من بره، الابيض ده كله كريمة برضو مش عجينة سكر. وهحط لكم لينكات الفيديوهات بتاعه تغليف التورت الكريمه في صندوق الوصف علشان تتفرجوا عليها وتشوفوها، وان شاء الله تستفيدوا كتير منها. ويا ريت الاول مره يشوف قناتي يشترك بيها ويفعل الجرس علشان يوصلوا مني كل يوم ان شاء الله فيديو جديد. وعايزه بقى لايك للفيديو، خلاص انا كده خلصت كمية الكريمة اللي استخدمتها بقى كلها في الكيس، طلعت على القد بالظبط زي ما قلتلكو، كان 200 جرام كريمة، 150 جرام كريمة و 200 ملي مية ساقعة. والاشكال اللي كانت في جنب التورتة كنت عاملاها بعجينة السكر ولزقاها برضو بشوكولاتة علشان تثبت، لان انا لو ما حطيتش برضو شوكولاتة مش هتثبت على الكريمة. بحاول بقى املى كل الفراغات، وزي ما انتم شايفين طالعة شكلها حلو ازاي وما خدتش مني مجهود. برضو التورتة دي عملت الحشيش بنفس الطريقة اللي حوالين التورتة من تحت باختلاف طبعا اللون،
وبنفس التاب اللي انا استخدمته، بنفس مقادير الكريمة اللي هكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. الفراشات دي ويفر بيبر بتتباع برضو عند سبلاير، وده المجسم اهو زي ما قلت لكم، دهنته شوكولاتة الاول قبل ما احطه على الكريمة عشان ما يقعش. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.